فضيلة الشيخ عطية، والعقيدة الإسلامية هل يتعلمها الأولاد عن طريق التلقين أو عن طريق الوعظ أم عن طريق القصص؟ العقيدة كأي ثقافة من الثقافات تؤخذ من كل وسيلة من الوسائل. هي أولا عند الأولاد لا بد أن يلقن الأولاد من الوالدين أو المدرسين هذه العقيدة، وكذلك التقليد لسلوك هؤلاء السلوك المبني على العقيدة. وعند البلوغ إلى درجة يقوى فيها العقل يمكن تقوية العقائد بالنظر في ملكوت السماوات والأرض كما أمر الله في آيات كثيرة، وبذلك يؤمن الإنسان عن يقين أن للخلق والكون خالقا واحدا على أعلى ما يكون من صفات الجلال والجمال، وأن الناس جميعا محتاجون إليه. وآيات التفكير والنظر والعقل كثيرة في القرآن الكريم، والله أعلم.